لو مصطفى شوبير فضل بهذا المستوى هذا النسق، وبطبيعه الحال هيبقى نسق تصاعدي يعني هيعلى عن كده كمان، مش ناوي هو حارس مصر الاول، مش حارس النادي الاهلي الاول، المنافسه تبقى عامله ازاي بين الاثنين؟ وهل مصطفى شوبير هيحافظ على مكانه؟ وحط في اعتبارك دماغ كولر او بيفكر ازاي مارسيل كولر. انا بشوف ان بعد عوده محمد الشناوي مره تانية ان شاء الله بالسلامه للنادي الاهلي، هو اللي هيقف، هو اللي المفروض يقف، عشان محمد الشناوي هو حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول. ولكن الموضوع دلوقتي اختلف، لما كان الشناوي بيتصاب كانت جماهير النادي الاهلي كلها بتحط ايديها على قلبها، لما محمد الشناوي كان بيجي له اوفر جامد من السعوديه كانت جماهير النادي الاهلي والدنيا كلها بتقلب محمد الشناوي يمشي ازاي ويسيب اداره النادي الاهلي طبعا، ويحاولوا يعوضوه ماديا ويحاولوا يشوفوا ايه اللي ممكن يعمله عشان خاطر وجود محمد الشناوي. انما النهارده لما تيجي تتفرج على مصطفى شوبير ما شاء الله نمسك الخشب، يعني من بعد الخطا اللي عمله في مباراه نهائي الكاس اللي كانت في الامارات، مصطفى شوبير لم يخطئ ولا خطا واحد حتى في الطلوع بالكره، بياخد الكره مثلا في اوفر او حتى في باص او حتى في بيلعب بكره بانش او بوكس، مصطفى شوبير كان ثابت مش طبيعي. وهنا ترجع قيمه الحارس اللي بيبقى عنده سنه صغير، لما تيجي تبص على الحراس كلها اللي كانت متميزه عموما في تاريخ الدوري المصري بما فيهم احمد شوبير نفسه والد مصطفى شوبير، هتلاقي ان الحراس دي كلها بدا التالق بتاعها في سن ال 30 سنه 29 سنه 31 سنه، محمد شناوي جه النادي الاهلي في تروجيتو وعنده تقريبا 29 سنه، عصام الحضري بدا التوهج بتاعه في بطوله 2006 وهو كان داخل على ال 31 سنه، نفس الكلام الكابتن نادر السيد. فانت بتتكلم على ان انت اول مره لو انت قديم بقى، هو الكرام اللي كان ضد القاعده متالق بدري جدا يعني كان 19 18 طيب سنه. انا برضه خليفه عايز اسال الشريف، انا مش بقى طبعا من وحش افريقيا كابتن الكرام الكبير. انا كمل يا محمود كمل لو عندك حاجه ثانيه. فانا بقول لك القصه هنا الموضوع اختلف ليه بقى دلوقتي محمد شناوي هيرجع، محمد شناوي لا قدر الله اصيب، محمد حصل تدوير، ما جه مارسيل كولر عاوز يلاعب حد في الدوري، يلاعب حد في دوري ابطال افريقيا، ولو اني انا مش مع المدرسه دي انا ما عنديش قلق تماما ان انا دلوقتي الهيدك او الصداع بتاع ما بعد محمد الشناوي ده ما بقاش موجود في النادي الاهلي. ومع احترامي الكامل بقى لكل الناس بتتكلم، اللي جاي لمحمد الشناوي مش ده اللي راح، والوقت اللي جاي لمحمد الشناوي مش هيكون زي اللي راح، الموبيليتي والمرونه وان كان هو محافظ على نفسه كويس قوي، ما شاء الله عليه مركز كويس قوي، يعني يقدر يقعد له مثلا 5-6 سنين كمان يعني. والميزه اللي انا بشوفها ليه بقول لك برده محمد شناوي اللي المفروض يبقى يرجع يقف، محمد شناوي قوته في اوضه اللبس، ومحمد شناوي قوته في الملعب وصوته، وان هو بينبه اللعيبه وبيفوق اللعيبه، وان هو في برده واحد يعني راجل برده بالنسبه لعيبه النادي الاهلي كابتن كبير جدا، دي بتفرق نفسيا جدا في مباريات كتيره جدا. وفي نفس الوقت عاوزين برده نتكلم، مصطفى شوبير هيغلط واكيد مصطفى شوبير يلعب مباريات مش كويسه، ولكن في الاول وفي الاخر مفيش فريق كبير بينافس على بطولات ما يبقاش عنده حارس كبير. حارس كبير هنا مش معناه انه حارس كويس، حارس ثابت، والثبات ده بيجي من الهدوء ما بيجيش من التركيز. انا سمعت يعني كنت بسمع دايما دكاتره النفسيين بيتكلموا على موضوع التركيز، قال لك مفيش حاجه اسمها تركيز، في حاجه اسمها هدوء يؤدي الى التركيز. فانا بشوف ان مصطفى شوبير كل الضغوطات وكل المباريات الصعبه اللي تعرض ليها، وبشوف ان مباراه اهلي وزمالك هي من اصعب المباريات اللي ممكن يتعرض لها مصطفى شوبير، تعرض لها وكان ثابت وكان واقف بشكل كويس جدا. فانا بقول لك محمد شناوي لما يرجع هو اللي هيقف، ولكن المستقبل كله اللي جاي لمصطفى شوبير، بحيث ان لو قدر الله حصل اصابه، حصل رحيل، حصل اعاره، ممكن ياخد شوط الكاس في بلاد كتيره وانديه كتير. مانو جوزيه مره عملها مع انا عايز لا في انديه كتير انا عايز اسمع رايك يا خليفه بشكل عام في قصه مصطفى شوبير، خاصه انا دايما بقول ان مصطفى شوبير كان عنده ضغوط اضافيه، يعني مش بس هو حارس بديل لمحمد الشناوي، لو تفتكر بعد الحضري اي حارس جه بعد الحضري كان عنده ضغوط عشان جاي بعد الحضري، فده جاي بعد محمد الشناوي او مع محمد الشناوي، دي الضغوط الثابته، ضغوط حارس مرمى النادي الاهلي في مباريات صعبه، وضيف على كده كمان انه دايما فكره ان دايما كابتن احمد شوبير. هي الفكره احيانا يعني اي حاجه في الدنيا بيبقى لها شقين، شق ايجابي وشق سلبي، كونك ان انت ابن نجم كبير، يعني تجربه مثلا كابتن حازم امام في الزمالك ابن كابتن حماد امام، تجربه مصطفى شوبير ابن كابتن احمد شوبير، بتخلي لك حاجتين، احيانا بتديك الخطوه اللي برضو في النهايه مهما قلنا لا بتاخد خطوه مدعومه 100% تمام، بس برضو انت بتاخد الحته بتاعت ايه التركيز الفوكس الزايد، محدش بيسمع عليك من سواء بقى اي انسان في الدنيا ليه حبايبه وليه الناس اللي ما بتبقاش بتحبه قوي حتى ندعت عكس ده.
فهو مصطفى هتلاقيه واخد الباكج كله. اقول لك حاجه بس بالمناسبه، مش بس جماهيريا، ده انت هتلاقي زمايله اللي في الفريق، ومن هو حتى في قطاع الناشئين ده بيلعب عشان هو من الكابتن، عشان هو حتى زمايله يبقوا شاكين ان هو بيلعب عشان كده، بتبقى حقايق، وبيبقى هو مطالب ان هو دايما يثبت العكس. صح. يعني هو دايما بيبقى مطالب ان هو يثبت العكس. بمعنى تاني، لو اي حارس لو اي حارس غلط مش هيتقال ان هو بيلعب عشان كذا، هيتقال انه غلط. هو لو انما ده لو غلط اوريدي هتتقال على طول. صح. عشان كذا، فهو بيبقى عنده دايما بيحتاج فتره يثبت نفسه، وبعدين الناس تنسى بقى خالص. يعني بعد فتره، بعد مثلا موسمين ثلاثه خلاص اثبت ان هو كويس، الناس بتنسى بقى النقطه دي، فهو بياخد دي بقى انه بياخد الافضليه. برضو خلينا نقول ان مهما كان كونك ابن نجم كبير بتديك الافضليه، وبتديك افضليه، وبتديك زقه، وبتاخد بوش، وبتاخد من خبراته، وبتاخد برضو نوعا ما من جماهيريته والتعاطف اللي معاه. يعني في النهايه يعني الباكج مش سيء، لكن في حاجات كويسه جدا، وفي حاجات برضو بتبقى منغصات. هو انا اعتقد مصطفى الميزه اللي فيه، اعتقد يعني اللي انا شفته، انا هو ما لعبش ماتشات كتير جدا. صح. ولكن هو يبدو عنده شخصيه، عنده شخصيه اللي هو بتاعت ايه، الحمل الاعلامي والحاجات اللي زي دي ما بيركزش معاها قوي. يعني في ناس ممكن احيانا اثناء اللقاء اما بتغلط ما بتعرفش، بتلاقي كمل اخطاء بقى وارتبك. هو الراجل اخطا قبل كده في ماتش فيوتشر، حتى ماتش البنك ما كانش افضل حاجه. فكره ان انت بتلعب ماتش زي البنك وتتلقى 4 اهداف والماتش اللي بعديه تلعبه كويس، دي الفكره بتاعت ان انت مهيئ نفسيا. واعتقد ممكن والده ليه دور معاه في حته اللعب على المينتاليتي بتاعت ابنه برضو. والمينتاليتي والحاجات اللي زي دي، خلي بالك برضو اللعيبه ما بتيجي برضو من اسره رياضيه، احيانا كتير حتى بره لما اشوف لعيبه كتير بره بتبقى مثلا والده بيلعب كره يد كده، الاسره الرياضيه بينقله خبرات رياضيه في التحكم في انفعالاته، التحكم اليوم السيء يعديه ازاي. على فكره ان يعني هو مش بس اليوم الكويس يعديه ازاي، الايام السيئه بتعدي ازاي. ولكن خلينا نحط برضو نقطه على الحروف، هو لازم ما يكونش مستعجل قوي في وجود محمد الشناوي، لان الشناوي انت قلت 5 سنين، لا انا اعتقد ممكن تكون اقل من كده. يعني ممكن مصطفى لو بدا ياخد ماتشات زي الكاس وحاجات زي كده، هو دلوقتي بيدبدب